حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله انكم بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. طبعا هذه من الفيديوهات المحببه الى قلبي اني ابدا اجهز معاكم للدوام، اوريكم ايش شريت ايش سويت. ففيديو اليوم راح اوريكم واسويكم كذا انبوكسنج للاشياء اللي وصلتني وطلبتها للدوام. طبعا كل شيء طلبته اونلاين جايز، لحد الان في اشياء لسه ما وصلت بس بوريكم حاليا اللي وصل عني. طلبت اشياء حلوة مرة كان ودي اني اوريكم اياها الحين بس مع الاسف شكلها مطولة، يعني ما ادري متى راح توصل. فخلونا الحين نسوي انبوكسنج للاشياء الموجودة. طيب هذه شنطة الجامعة، مع اني انا قايلة اني ما راح اشتري شنطة للجامعة لان خلاص عندي شنط، وكل سنة تقريبا اشتري شنطة جديدة وانا رابع سنة جامعة، فقلت خلاص يعني بلبس اللي عندي مرة ما له داعي. بس طلبت شنطة يعني جايز مرة كيوت. قماشها تبغون نصيحتي، خذوا أقمشة زي كذا أو خذوا لكم جلد إذا تبغون شيء ينكرف ويقعد معاكم وتستخدمونه مو بس للجامعة، يعني حتى برا الجامعة يمديكم تأخذونها معاكم. فهذا القماش الصدق يعني مبدئيا قماشها حلو. واو والله حلوة. دقيقة اصبروا ما أدري إذا تشوفون زين، شوفوا هذا المقاس اللي اخذتها ميديوم واخترت هذا اللون، ما في زي الالوان الغامقة يعني العملية، فهذا اللون عجبني مرة حسيته يعني حلو نفس الوقت ما يتوسخ بسرعة زي الالوان الفاتحة. صدق المقاس كويس. شوفوا هذا هو ايباد حقي، طبعا انا ايبادي 11 انش، فخلونا نشوف اذا بيدخل في الشنطة ولا لا. واو شوفوا جايز مرة كبيرة، شايفين طالع الايباد. صدق ما توقعت، انا كنت باخذ لارج لان اللابتوب عندي شوي كبير، بس هذه الصدق مقاسها مرة حلو. شوفوا جايز طبعا انا اريد الحين حاطة الايباد بس ما شاء الله يعني واسعة من جوا وكذا تتكفل، بس يبغالي اعبيها مرة فاضية يعني. بس جايز مرة حلوة صدق صدق مرة عجبتني، قلت اني اعبي الشنطة حطيت داخلها اغراض عشان تصير اوضح لكم. شوفوها كيف شكلها، صدق احسها مرة عملية. بفتح الحين معاكم هذا البوكس برضو لاغراض الجامعة. طلبت تيشيرتات وملابس. ياي طلبت برضو اشياء ثانية. واو جايز كيوت مرة كيوت. خلونا نشوف هذا التيشيرت كذا جاي سادة ولون واحد. كل البلايز اخذتها مقاس ميديوم ترى، فهذا اول واحد اخذته، وهذا التيشيرت الثاني. جايز هذا الحلو، اصبروا جايز شوفوا هذا كيف جاي، الوانه مره حلوه شايفين كيوت. الله هذا بعد كيوت شايفين. انا اشتري بس كذا بلايز لتحت العبايه لاني انا طول الوقت في الجامعه البس عبايه، فكذا يعني ابغى بس بلايز مرتبه تكون تحت العبايه. ابغى اخذت كم شيء، اخذت هذه المطاره، طبعا انا عندي مطاره بس انها مره مره كبيره وثقيله، فاحتجت شوي كذا شيء اصغر وما يكون ثقيل، فاخذت هذه حسيت حجمها زين. الله شكلها حلو شايفين كذا. اشرب الماي. وهذا الدفتر برضو اخذته، الله كيوت. جايز برضو اشتريت دفتر لما كنت مسافرة، اشتريت ذا الدفتر
فهذه الدفاتر حقتي. جايز انا الحين بطلع عشان اشتري اغراض المدرسه لاخوي الصغير. طبعا انا وعدته ان نطلع كذا نشتري واخلص له يعني امور المدرسه وزي كذا. فحمود الحين معي. حمود متحمس؟ ايوه. سوي يلا. شوفوا منزلين كوليكشن شنط جديدة، بوريكم الشنط اللي منزلينها في حال عجبكم شيء. أنا صدق لما كنت في المدرسة كنت أشتري من هنا، بوريكم كذا بعض الشنط. هذه الشنطة مرة عجبتني ألوانها، شوفوا كيف، وبرضه جاية معاها المقلمة. شوفوا بشتري لحمود هذه الشنطة، إيش رأيك فيها حمود؟ ليش؟ ما عجبني صدق. جايز هذه مرة حلوة للبنات. الحين راح نختار الحمود شنطة وبنخليكم تختارون معنا. جايز شوفوا هذه الشنطة، تجننت 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 تجننت. هذه خيالية مرة حلوة، 149 ريال هذه الشنطة. جايز هذه من بوما، هذه بعد خيالية للي يحبون كذا هذه الألوان الغامقة. أنا كنت كذا أخذ هذه الألوان، ترى كذا كحلي رصاصي أسود، هذه بتعجبكم. حمود شوف هذه الشنطة، إيش رأيك فيها؟ لا مو حلوة. هذه الشنطة بعد مرة حلوة. هذه الشنطة مرة عجبتني، شوفوا إيش رأيكم. حمود عجبته هذه الشنطة، صدق حلوة، أحسها تغيير ومناسبة بعد للأولاد. ودقيقة خلونا نشوف حمود هذه ليش ما تاخذ كذا. هذه والله حلو. بنات اذا تدورون على شنطه حلوه شوفوا هذه مره عجبتني، لونها يجنن وقماشها اللي زي اللي مهما كبيتوا عليه مويه ما يتاثر. شوفوا هذه بعد اللي وراه، وحمود محتار بين هذه وبين هذه. انا الصدق اشوف هذه احلى. اي والله نفسها. شوفوا ايش رايكم، هذه ولا هذه؟ هذه احلى متاكده والله. بس خلينا نشوف مين الارخص عشان نشتريها. طيب دقيقه، اللي سعرها ارخص نشتريها. هذه 160 وهذه 129. شوف خلاص هذه احلى، هذه احلى جاهزه وعمليه ولون يعني حرف ومميز للاولاد. هذه 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 ممتازة. لا صدق حمود عادي عادي اشتري اللي يعجبك. ما انا عجبني اثنين، واحدة اختار يعني بكيفك، انا ما راح اقول لك هذه ولا هذه. كنا لونها فستق، كنا نمزح احنا بس اختار اللي يعجبك. هذه هذه برضو البراند للشنط، اشوفي كثير يشترون من عنده. شوفوا ايش منزلين، الوان كذا صيفية. شوف حمودة هذه مرة حلوة، هذه لانش بوكس، شوفوا هذه الوانها كيف. مدرستنا غير والله حلوة برضو. جايز عندهم الأقلام موجودة، وعندكم برضو هذه الشنط، أحسها حلوة البنات الابتدائي كذا، ألوانها كيوت يعني البنات الصغار. شوفوا جاي معاها المقلمة وبرضو اللونش بوكس يعني كذا متكاملة. شوفوا بنات هذا عجبني، هذه بعد شوفوا جاي وردية معاها مطارتها، معاها اللونش بوكس حقها ورا. شوفوا يلا الحين بنوريكم اختيارات حمود للمدرسة. اول شيء اختار هذه المطارة للدوام، واختار برضو هذه المقلمية. ورينا الشنطة الاساسية، خلاص حمود ثبت على هذه الشنطة، فهذه تنسيقات حمود. دقيقة احطها هنا. طيب يلا بذوق حمود رهيب بالصدق. شوفوا شوفوا روعة روعة حمود. مو مكتوب كيف، مو مكتوب اشوف. غالي غالي اوف، لا اله اقول باخذها غالية والله. شوف هذه قيمة شنطة. اي غالية شوفوا كم، 109 حمود، الاسراف لا يجوز. هذه عشان معك جايز تو ماتش غالية. شو تدرين هذه بكم؟ ايه. كم تتوقعين؟ 29. شاهد هذه ماركة وانتو كنان مدري شو اسمه.
كم توقع؟ 29 ريال. 79 ريال. والله حمود مره غالي يا اختي. لا مو والله غالي. كله 300 ريال يمكن. لا 3 اشياء 100. هذه كم؟ 160. قول له اختار اللي انت عايزه. اختار يا مصطفى اللي انت عايزه يا حبيبي. اختار يا حبيبي. اختار اللي انت عايزه. اللي انت عايزه. اختار يا حبيبي. اختار يا حبيبي براحتك. اختار يا حبيبي براحتك. براحتك يا حبيبي. فكر واختار لمصلحتك. الله عليك يا مصطفى. الله عليك يا حبيبي. هو ده الاختيار. في حد غصب عليك انك تختار ده؟ في اي حد غصب عليك؟ لازم نتعلم الدرس يا جماعة. ولازم يبقى فيه ديمقراطية وحرية. هذه روعة. هذه احلى احلى في المكتب. والله انها حلوة. احلى من هذه. احلى من هذه. طب بكم؟ شوف السعر. اوه 300 ريال. شوف كيف الفرق. التوفير صدق يعني لازم تاخذون الاسعار المناسبة. صح حمود؟ اتر هذا عجبني. والله هذا عجبني. شوفوا اشكال اللانش بوكس الموجودة. صدق انا اخذي للجامعة كذا اكلي واغراضي. فهذا مرة حلو. شوفوا كذا جاي اكثر من طبقة. وفي اكثر من لون. عندكم الوردي، عندكم الرصاصي، عندكم البينك. تقيله. اوه حمود اشترى اغراض المدرسة. شكرا. يلا حمود. ها حمود حسنا كل شيء شريته عجبك؟ صدق؟ مستعد للدراسة؟ ان شاء الله.